السلام عليكم. بسم الله نبدأ كاملين كالعادة بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع نهار اليوم جيت نشارك معاكم وصفة اللوبيا الخضراء أو اللوبيا الماشطو على طريقتي، طريقة العائلة اللي كبرت فيها بالمرقة الحمراء، تجي مرقة حمراء. وغادي نشارك معاكم تاني إن شاء الله وصفة البانكيك ولا أروع. ومستحيل تكوني شفتي هاد الغسات ولا هاد الوصفة في اليوتيوب، راني يعني متأكدة بلي هادي غادي تكون وصفة جديدة عليك، وصفة رائعة رائعة رائعة، يجوك بانكيك ولا أروع. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لعجبكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بلي زابونمون. نبدأ على بركة الله، بسم الله. نبدأ بالمرقة تاعنا تاع لوبيا ماشطو ولا لوبيا خضراء، كل واحد كيفاش يقولها. عندنا لوبيا خضراء وبطاطا ثوم بصل ليزيبيس واللحم، أنا غادي نديرها تاع الغنمي اليوم، والحمص والطماطم المصبرة والزيت. نجيبو لا كوكوت مينيت تاعنا، نحطو فيها الزيت ونحطو فيها هذاك اللحم تاع الغنمي، خاصه يتحمر. غادي نديرها على النار يتحمر بلا ما نزيد له حتى حاجه، يتحمر وحده. من يتحمر لي عاد باش نبدا نزيد عليه في المكونات الاخرى. النار تكون زايده ما تكونش ناقصه. شوفوا هنايا بعد ما تحمر لي حمرته بيان، نزيد عليه البصل ونخلي البصل يتقلى معاه تاني. شوفوا هنا بعد ما تحمر لي هذاك البصل ادالي هذاك اللون الذهبي شباب، نبقى نزيد الاولى ندير طوماط، لا طوماط كونسونطري، طماطم مصبره. عندنا مغرف كبيره معمره، ونديروا لي زيبيس. عندنا سكينجبير، شويه سكينجبير، شويه حرور، شويه قرفه، شويه كبابه، وشويه كركم والملح. ونديروا الحمص، نقلوهم شويه مع بعض ونمرقوا. وكما رانا عارفين كاع السر تاع المرقه اللي تجي بنينه وتجي خاطره هي التقليه تاع اللحم مع البصل والخضره تاعنا، تتقلى بيان. نمرقو حتى اللي يتغطى اللحم تاعنا ونديروه يطيب. بيان سير كيما عودتكم هنا صاي كي غلات المرقه تاعنا، صاي غلات عاد باش نبلعوا لا كوكوت مينيت تاعنا. وهادو اللوبيا والبطاطا والثوم وهذاك كرويه تمن يطيب اللحم عاد باش نديروهم. هنا حليت على لا كوكوت مينيت تاعي، لقيت اللحم طاب، نديروا اللوبيا الخضراء تاعنا ولا اللوبيا الماشطو، ونديروا البطاطا فوقها. ديروا الثوم، انا عندي ثلاث سنان يكونوا كبار يكونوا ملاح، ونديروا البطاطا من الفوق وما نحركوش، نخلو البطاطا من الفوق باش ما تتحرحلناش. وبين تغلي نعاودو نبلعوا لا كوكوت مينيت تاعنا. هنا بعد ما فاتت 10 دقائق راكو عارفين البطاطا واللوبيا خضراء ما يطولوش في الطياب، يطيبوا في ساعة. نجيب هذيك الكرويه وهي المكون اساسي في هذه المرقه، تطلق واحد البنه الكرويه في هذه المرقه الكو تاعها كاع يتبدل.
ننصحك باش تجربي هذه الطريقه وردي لي بالخبر كيفاش الكوت تاعها يتبدل وتجي بنينه بزاف. الكرويه تردها بنينه بنينه بزاف. نخليها تغلي دقيقه ونطفي عليها. وهي لا المرقه تاعنا تاع لوبيا خضراء ولا لوبيا ماشطو تجي مرقه عاقده وتجي بنينه بزاف بزاف من نديروا لها الكرويه. جربوها البنات ما تندموش عليها، جات رائعه. هنا رافقتها مع حريره ورافقتها مع السلطه بطبيعه الحال. وهذا كان طبق المالح تاعنا اللي شاركته معكم في هذا الفيديو، لوبيا ماشطو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وجربوها وردوا عليا في لي كومونتير. دروك ننتقلوا للطبق الثاني اللي هو طبق سكري اللي هما لي بانكيك. نبداو بالمقادير تاع البانكيك تاعنا. عندنا زوج كيسان اللبن، ماشي حليب اللبن، زوج كيسان فرينه، زوج حبات بيض، زوج مغارف كبار سكر، مغرف صغيره خميره كيميائيه اللي هي الفرفاره، مغرف صغيره بيكربونات الصودا، ومغرف صغيره لافاني، ونص مغرف صغيره ملح. نديروا الفرينه كيما هكا، نديروا مكونات جافه كاع كيما جاو، هذه هي لافاني والملح. نخلطوا المكونات الجافه ومن بعد نزيدوا عليهم اللبن والبيض ونخلطوا غير بالفوي، ما تخلطي لا بالباتور لا والو. هذه الوصفه سهله سهله بزاف وما تديلكش الوقت، باسكو غير نخلطوها نطيبوها، نبدو نطيبو فيها ويجو بنان بزاف بزاف هاد لي بانكيك. غادي تدعو لي دعوة الخير من تجربوهم ان شاء الله. ونأكد لكم هذا اللبن مشي حليب، زوج كيسان اللبن. ودوك نزيد نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. نخلطوا بيان كيما قلت لكم بالفوي حتى لي كاع المكونات يتجانسوا وما يقعدوش كاين هذوك الحبيبات تاع الفرينه. شوفوا القوام تاعها كيفاش خصها يكون، خصها تكون ثقيله ماشي كيما لي كريب. لي كريب تجي لاباط تاعهم شويه خفيفه، هادو لا تجي العجينه تجي كيما راكم تشوفوا ثقيله. ومن بعد نبداو نطيبوا فيهم ديريكت، ما نخلوهم يريحوا لا 5 دقائق لا نص ساعه لا ساعه لا والو، ديريكت نبداو نطيبوا فيهم. نديرو المقلة تاعنا على نار قاوية، كي تحمى نقصو لها الغاز، نديروها في المتوسط ما نخلوش الغاز زايد. نوجد صوالحي هذاك الشبكة اللي نحط فيها وندهنها، من تحمى المقلة ندهنها بالدهان. الدهان ندهنه كل ما نبغي نطيب حبة تاع بانكيك ندهن المقلة بالدهان. نديرو على حساب مغرف صقيه تاع لاباط، شوفوا كيفاش تجي ثقيله، ونخلوها حتى تتحمر عاد باش نقلبوها. ما سرحت لكمش الفيديو في الاول باش تشوفوا، باش يكون واضح الفيديو. خصها حتى كي تحمر بيامل تحتها عاد باش نقلبوها، ما خصناش نقلبوها وهي بيضه. تسايسي معاها غير بشويه على هذا الطريقه وقلبيها. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي من تقلبيها، يجي شباب بزاف.
ونخلوها تانيك على الجهة الزاوجة، ما نخربو فيها ما نقلبوها ما والو، حتى اللي كي تحمر نقلعوها ديريكت. هنا بعد ما حمرت لي نقلعها ونكمل على هذا المنوال حتى نكمل كاع الكميه. هذه الكميه تاع زوج حبات بيض وزوج كيسان البن داروا لي 9 تاع الحبات. وهنا بعد ما كملتهم نجي ندير التزيين، والتزيين بطبيعة الحال اختياري. شوفوا كيفاش جاو شابين، جاو ما شاء الله. على كل حال هذه طريقتي انا في التزيين. بعد ما ستفتهم على هذا الشكل درت لا كريم شونتيي، كنت ديجا طلعتها من قبل، ودرت كي الحفره بلا كريم شونتيي، ودرت في وسطها الشوكولات، باسكو ماشي كاع من العائله تاعي يبغوهم مطلسين بالشوكولا. كاين اللي يبغي ياكلهم هكا بلا شوكولا بلا والو، انا ندير شوكولا في الوسط، واللي يبغي يدير شوكولا يدير، واللي يبغي ياكلها هكا ياكلها. وهذه طريقه واحده اخرى في التزيين، نديرو خطوط تاع بالشوكولا تختيني هذه، وندير فوقها ورده من لا كريم شونتيي. هنا انا كنت نعصر بزاف وطردق لي هذاك لابوشادوي، ونرش عليها شويه كاوكاو. وهوالين لي بانكيك تاعنا بعد ما كملتهم وزينتهم، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها. جربوها جربوها، ما تندموش عليها، تجيكم بنينه، غادي تعجب، على بالي بلي غادي تعجبكم بزاف بزاف. دعوا لي دعوه الخير، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويكونوا عجبكم الوصفات. وكما قلت لكم الى عجبكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بلي زابونمون، وما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الانستغرام، نخدم فيها سكري سالي سيغ كوموند. ان شاء الله تعجبكم لاباج، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. خليتكم على بركه الله، الى الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.